السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على الشواهد المؤيدة لنظرية الانزلاق القاري أو الزحف القاري للعالم فيجنر. دلوقتي العالم فيجنر زي ما احنا قلنا قال إن الأرض كانت عبارة أو القارات كانت عبارة عن كتلة واحدة، الكتلة دي كانت مركزة عند خط الاستواء وبدأت في الانفصال في بداية كده حقبة الحياة المتوسطة، يعني منذ حوالي 220 مليون سنة، وخدت وضعها الحالي أثناء زمن البليستوسين. طيب الأدلة على هذه النظرية، عندي 5 أدلة، أو قدم العالم فيجنر 5 أدلة على النظرية دي. كان أول دليل أو أول برهان كان المغناطيسية القديمة. المغناطيسية القديمة دي كانت بتعتمد على المعادن القابلة للمغناطة، مثل أكسيد الحديد اللي هو مثل الماجنتايت والهيماتايت. أكسيد الحديد دي بتتأثر بالمجال المغناطيسي للأرض أثناء تكون الصخور، يعني الصخور اللي تحتوي على أكسيد حديد، أكسيد الحديد دي بتتأثر أثناء تكون الصخر، تتأثر بالمجال المغناطيسي للأرض. فمثلا عندي الأرض أهي، نرسمها مع بعض. الكرة الأرضية، عندي خط الاستواء. عند خط الاستواء زاوية انحراف الإبرة المغناطيسية، يعني أنا واخدت إبرة مغناطيسية عند خط الاستواء هلاقي زاوية انحرافها عند الصفر. كل ما بتجه نحو القطب كل ما زاوية الانحراف بتزيد لغاية ما بوصل عند القطب بيكون زاوية الانحراف 90. أكاسيد الحديد بتاخد نفس زاوية الانحراف دي، يعني أكاسيد الحديد اللي بتترسب عند خط الاستواء بتكون واخدة زاوية 0. كل ما بنبعد كل ما أكاسيد الحديد دي بتاخد زاوية أعلى لغاية ما بنوصل ل 90 درجة. ده ساعدني إن أنا أعرف مكان تكون هذا الصخر، يعني أنا مثلا لقيت صخر بالقرب من القطب الشمالي ولقيت ان الصخر ده فيه اكاسيد حديد، واكاسيد الحديد دي زاويه انحرافها حوالي 20 درجه. طب هل هذا هو المكان الصحيح اللي تكون فيه الصخر ده، ولا المفروض الصخر ده يتكون بالقرب من خط الاستواء؟ هو المفروض انه يتكون بالقرب من خط الاستواء. طب لما الاقيه بالقرب من القطب الشمالي، معنى كده ان الصخر ده حصل له حركه ولا لا؟ حصل زحزحه للقارات ديت ولا لا؟ معنى كده ان حصل حركه. يبقى استدل عن طريق المغناطيسيه القديمه اللي هي دراسه زاويه انحراف اكاسيد الحديد في الصخور القديمه بمعرفه اماكن تكونها. فبالتالي اذا وجد الصخر في مكان غير مكان تكونه، اذا حصلت زحزحه لهذه القارات او حصلت حركه لهذه الكتل الصخريه. اعتمد برضو من الأمثلة اللي هو اعتمد فيها على المغناطيسية القديمة، اعتمد على تماثل الأشرطة المغناطيسية. إزاي؟ قال لي لو أنا عندي حيط وسط محيط، الحيط ده يعني عبارة عن كسر كده وسط الإيه، القشرة المحيطية، هيطلع من الكسر دوت مجمع. المجمع دي هتتصلب على جانبي الحيط، هتكون لي شريط مماثل للشريط اللي على الجنب الآخر. طيب نتيجة بقى لحركة التيارات أسفل، تيارات الحمل أسفل القشرة، فهتتباعد هذه القشرة وهتطلع الصهير مرة أخرى، فالجزء ده هيبقى هنا وهيطلع صهير في هذه المنطقة ويتصلب مرة أخرى، فهتكون لي عبارة عن شرائط. الشريط ده بيبقى متماثل مع ده والشريط ده متماثل مع ده، يبقى في تماثل للأشرطة على الجانبين. طيب لما بلاقي ان التماثل الأشرطة ده على الجانبين، معنى كده ان حصل ايه؟ حصل حركة، والحركة دي كانت نتيجة لتيارات الحمل. ده كان أول دليل اعتمد عليه العالم اللي هي المغناطيسية القديمة. تاني دليل كان المناخ القديم. كل زي ما كل منطقة من عند خط الاستواء اللي عند القطب الشمالي كان ليها زاوية انحراف مغناطيسي، برضو كل منطقة كان ليها المناخ بتاعها. فأنا كان عندي عند خط الاستواء كان بيتميز بيه المناخ الاستوائي،
ثم يلي هذا المناخ المداري. هنقول مثلا هنا كان مناخ المداري، طيب يليه في المنطقة التي تليه المناخ المعتدل، يليه منطقة الغابات متساقطة الأوراق، يليه منطقة الغابات الصنوبرية، يليه منطقة المناخ المتجمد القطبي. فكل منطقة كان ليها المناخ بتاعها. طيب كل مناخ هيكون ليه الكائنات الخاصة بيه، أو هيكون ليه الرواسب اللي تتكون حسب المناخ ده. طيب لما الاقي رواسب المفروض تتكون في المناخ الاستوائي والاقيها عندي بالقرب من المناخ المتجمد القطبي، معنى كده حصل زحزحه للقارات ولا لا؟ معنى كده ان حصل. يبقى انا بستدل عن طريق دراسه المناخ القديم على حدوث زحزحه القارات. فقال لي على سبيل المثال مثلا انا لقيت رواسب ملحيه متراكمه في مناطق، موجودة في مناطق إيه شديدة البرودة الآن، حاليا موجودة في مناطق شديدة البرودة. طب هي الرواسب الملحية دي عشان تتكون مش المفروض تتكون في منطقة شديدة الحرارة حيث تتبخر المياه وتترسب هذه الرواسب الملحية؟ طب أنا لما ألاقيها في مناطق شديدة البرودة معنى كده إن بعد تكون هذه الرواسب تحركت إلى المناطق الباردة، حصل ايه؟ حصل عندي زحزحه. يبقى تاني دليل عندي بعد المغناطيسيه القديمه، الدليل التاني المناخ القديم. تالت دليل اللي هو مسالك حقب الحياه القديمه. المسالك دي قال لي دلوقتي بتظهر في نصف الكره الجنوبي، مجموعه من الصخور بيعود تاريخها من نهايه حقبه الحياه القديمه الى العصر التباشيري. تتشابه هذه الصخور فيما بينها يعني زي ايه في القارات المختلفه، يعني هلاقي الصخور دي موجوده في قارات مختلفه زي مثلا في امريكا الجنوبيه، جنوب افريقيا، الهند، استراليا، القاره الجنوبيه، القاره القطبيه. فسرت هذه الظاهره اي التشابه في الصخور دي بتوزيع رواسب الثلاجات بوجود قاره عظيمه في الماضي ذات مساحه هائله اطلق عليها ارض جندوانا، وبعد كده حصل ايه؟ حصل حركه بقى وتوزعت هذه الرواسب على كتل في جنوب القارات اللي احنا لسه قايلينها. طب يعني هي كانت كتله واحده واترسبت فيها الرواسب الثلاجات دي، وبعد كده حصل بقى حركه او انجراف قاري او تباعد لهذه القارات، بس انا لقيت نفس الرواسب موجوده، معنى كده ان هما كانوا عباره عن كتله واحده وحصل زحزحه لهذه الكتل، يعني تقسمت لكتل وحصل لها زحزحه. ربع دليل عندي كان الاحافير الحيوانيه والنباتيه. لما الاقي تشابه في المحتوى الحفري بين القارات ويكون من الصعب انتقال هذه الحيوانات عبر المحيطات وعبر البحار، معنى كده برضو ان القارات دي كانت عباره عن كتله واحده وثم ماتت هذه الحيوانات او النباتات وتحولت الى حفريات، ثم انفصلت هذه الكتلة إلى أجزاء وتباعدت، فلقينا إن فعلا في تشابه حفري بينهم، معنى كده إنهم برضو كانت عبارة عن كتلة واحدة. طب لما ألاقي تشابه في البناء الجيولوجي، يعني ألاقي نفس الصخور ونفس الرواسب موجودة بس في قارات مختلفة، معنى كده ايه؟ معنى كده برضو ان هي كانت عباره عن كتله واحده وانفصلت وتباعدت. يبقى اعتمد العالم فيجنر على خمس أدلة أو خمس براهين للاستدلال على نظريته أو لتأييد نظريته اللي هي نظرية الانزلاق القاري. طيب نشوف كده السؤال اللي عندي بيقول لي إيه؟ بيقول لي من المعادن المغناطيسية في الصخور التي تظهر تشابها في اتجاه وشدة المجال المغناطيسي. معادن مغناطيسية احنا لسه قايلينها كانت زي ايه؟ كانت زي اكاسيد الحديد، ومن امثلة اكاسيد الحديد اللي هي الهيماتيت والماجنيتايت. طيب تاني سؤال بيقول لي تتماثل الاشرطة المغناطيسية ذات الاقطاب المغناطيسية العادية والمنعكسة الموجودة في الصخور القاعدية على جانبي، ها الاشرطة بتتماثل يعني الشريط ده زي الشريط ده والشريط ده زي الشريط ده متماثلين على الجانب اهو، على جانب ايه؟ احنا قلنا دوت اسمه ايه اللي هو بيطلع منه المجمى ده؟ اسمه حيد وسط المحيط. يبقى تتماثل الاشرطه المغناطيسيه على جانبي
حيض وسط المحيط الأطلنطي. تمام. طيب الحزام المناخي، احنا قلنا دلوقتي هو احنا عندنا في أحزمة مناخية بتتدرج من المناخ الاستوائي إلى المناخ إيه؟ المداري. فأنا عندي المناخ الاستوائي يليه المداري، يليه تتدرج من المناخ الاستوائي إلى المداري إلى المعتدل ثم إلى منطقة الغابات متساقطة الأوراق ثم الغابات الصنوبرية ثم المناخ المتجمد القطبي. طيب هو دلوقتي بيسألني الحزام المناخي الموجود بقى بين الاستوائي والمراعي. طب إيه المراعي ده؟ المراعي ده اللي هو المناخ المعتدل. طب مين المناخ اللي كان بينهم؟ كان المناخ المداري أو بيسمى بالمناخ الصحراوي. يبقى هختار المناخ المداري. بعد كده بيقول لي يتضح انعكاس اتجاه الأقطاب المغناطيسي عدة مرات في الماضي في الصخور المتحولة في السلاسل الجبلية، ولا حفريات الطبقات الصخرية التي تحتوي على مواد مشعة، ولا طبقات الصخور الرسوبية الموجودة في الأخدود العظيم، ولا في الصخور النارية القشرة المحيطية. في الصخور النارية القشرة المحيطية. يستدل على اتساع قاع المحيط الأطلنطي من خلال الصخور الموجودة عند الحيد من الصخور النارية، ولا الحيد موجود في منطقة كلها أنشطة بركانية، ولا عدة فوالق تقطع الحيد وقاع المحيط المجاور، ولا صخور قاع المحيط بالقرب من الحيد أحدث في العمر من الصخور البعيدة عن الحيد. يجي كده على الشكل اللي احنا اللي رسمينه. هل هذا الشريط أحدث أم هذا الشريط؟ طبعا اللي قريبة من الحيد هي اللي أحدث. ليه؟ لأن أنا بيحصل حركة فبتباعد، يتم تباعد الشريط الذي تكون وتكون شريط جديد عند منطقة الحيد على جانبي الحيد. فدي كده الشريط ده والشريط ده هما الأحدث، لكن البعيد هو الأقدم. يبقى صخور قاع المحيط بالقرب من الحيط أحدث في العمر من الصخور البعيدة عن الحيط. الصخور في أحد جانبي حيط وسط المحيط يكون لها مغناطيسية واحدة وعمر متماثل، مغناطيسية مختلفة وعمر مختلف، مغناطيسية متماثلة وعمر مختلف، مغناطيسية مختلفة وعمر متماثل. هو طبعا هتكون مغناطيسية مختلفة وعمر مختلف. تتشابه أعمار الصخور الرسوبية الموجودة على جداري الأخدود العظيم لنهر في الورد. يستدل على ذلك من التركيب المعدني، ولا المحتوى الحفري، ولا اللون، ولا حجم الحبيبات. صخور رسوبية، يبقى هنستدل على أعمار الصخور الرسوبية دي من إيه؟ من المحتوى الحفري. وجود صخر معدل انحراف الإبرة المغناطيسية له 85 درجة بالقرب من القطب الشمالي، فهذا يعتبر دليل على أن الصخر انتقل من خط الاستواء إلى القطب الشمالي، ولا ناري حمضي جوفي، ولا لم يتحرك من مكانه، ولا انتقل من منطقة المناخ المداري. 85 يعني بالقرب، يعني اتكون عند القطب الشمالي أو بالقرب جدا من القطب الشمالي. طيب أنا عندي أعلى درجة هتكون عند القطب الشمالي 90، لما ألاقي الصخور دي انحرافها 85 معنى كده إن هي ما اتحركتش، ده مكان تكونها وهي ما زالت في هذا المكان، يبقى لم يتحرك من مكانه. القطاع التالي يمثل المسافة والعمر لصخور قاع المحيط الموجودة على جانبي حيط وسط المحيط الأطلنطي. ادرسه جيدا ثم أجل. من المفتاح المقابل
أفضل شكل يمثل سلوك اتجاه المجال المغناطيسي للمعادن الموجودة في صخور القاع على جانبي حيز وسط المحيط الأطلنطي هو الشكل هو الشكل ب. تبع البيانات على القطاع بأن كل مليون سنة تتحرك صخور قاع المحيط تقريبا، نشوف كده هتكون هنا كده عندي 40 80، يبقى الإجابة عندي هتكون عبارة عن كام؟ 20 كيلو متر بعيدا عن حيز وسط المحيط. موقع مناخ أوروبا تغير خلال 200 مليون سنة لأن أوروبا تحركت جنوبا وأصبح مناخها دافئ، جنوبا أصبح مناخها بارد، شمالا أصبح مناخها دافئ، شمالا أصبح مناخها بارد. موقع مناخ أوروبا تغير خلال لأن أوروبا إيه تحركت إلا إيه؟ تحركت شمالا وأصبح مناخها بارد. طيب بعد كده يقول لي مناجم الفحم الموجودة في منطقة بدع وثور، تعطي دليل على أن المناخ في شمال مصر كان أكثر دفئا ورطوبة خلال العصر الكربوني. أفضل تفسير لهذا التغير في المناخ عبر التاريخ الجيولوجي هو حركة القارات، ولا تغير في الفصول، ولا تغير في البيئة نتيجة نشاط الإنسان، ولا تطور الحياة. هتكون حركة القارات. الصخور التي تكونت قديما في وسط وشمال أوروبا هي الصخر الرملي وصخور البازلت، الملح الصخري والحجر الجيري المتكون من شعاب مرجانية، الطبل وصخور الكوماتايت، صخور الانديزايت وصخور الدايورايت. أولا كانت أوروبا دي كانت موجودة قديما عند منطقة الإيه الاستواء، منطقة خط الاستواء، يعني كان مناخها حار، فاتكونت عندي فيها إيه؟ تكون الملح الصخري، تكون الحجر الجيري، يبقى أنا هختار ب. بعد كده بناء على شواهد نظرية الانجراف القاري، فمن المتوقع وجود الرواسب الفحمية القديمة حاليا في مناطق استوائية، ولا مدارية، ولا معتدلة، ولا قطبية. رواسب فحمية قديمة يعني عايز بقى يعرف مكانها دلوقتي، طبعا نتيجة حركة القارات فهي تتحرك من المناطق الحارة إلى المناطق الإيه؟ القطبية. الصخور التي تحتوي على الفحم القديم في شمال أوروبا وكندا لها زاوية انحراف مغناطيسي يقترب من 90 درجة، 80 درجة، صفر، ولا 60. الصخور التي تحتوي على الفحم القديم، الفحم القديم ده يعني كان منطقة ايه بالقرب من خط الاستواء او عند خط الاستواء، طبعا 60 ديت هتبقى بالقرب من القطب الشمالي يعني شوية، و80 نفس الكلام، 90 دي عند القطب، فانا هختار صفر. رسوبيات مثالق حقب الحياة القديمة في جوندوانا يرجع عمرها من نهاية العصر البرمي إلى العصر الطباشيري، ولا العصر الترياسي إلى العصر الطباشيري، ولا العصر الكامبري إلى العصر الطباشيري، ولا العصر الكامبري إلى العصر البرمي. هيكون إيه؟ من العصر البرمي إلى العصر الطباشيري. نكتفي بقى بهذا القدر النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.